أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. مثل ما تعرفوا اليوم حكمت، يا ريت شوية ميوت بعد أمرك. طبعا أصدقائي، مثل ما بتعرفوا حلقتنا اليوم هي عن مع الأخ حكمت، مع عن محمد من الألف إلى الياء، الفصل الخامس. بالبداية خلونا نرحب بالأخ حكمت. أهلا وسهلا فيك حكمت. أهلا فيك أخوي جان، وأرحب بكل اللي يشاهدون الحلقة، وأتمنى تطلع الحلقة مضبوطة بدون أي مشاكل. هو أنا عم بشوف لسه ما في مشاهدين، وأنا عم بشوف اليوتيوب إذا كان شغال. بكون أظن شغال اليوتيوب، أظن شغال اليوتيوب. طيب، على كل اليوتيوب شغال وبدأنا بالمشاهدات. أخي حكمت، شو تخبرنا؟ تفضل. اليوم عندنا تكملة لسلسلة يعني قصة حياة محمد واللي عاشه. احنا يعني بس حبيت انوه انه احنا لما نعرض الحلقات قصدنا هو انه نشوف جانب من حياته، شلون عاش من ولادته من هو صغير، ونشوف يعني المشاكل اللي مر بها واللي خلاه يعني منبوذ من الاهل والمجتمع، فهذا الشيء ترك اثار نفسيه عنده فظهرت عليه بالمستقبل. يعني ذكرني قصه محمد بقصه صدام حسين، لانه صدام حسين كان همنا من طفولته، همنا كفله خاله، ونفس الشيء لما كبر صار انسان مجرم يعني. فمحمد مثل ما يقول بالبدايه كان وديع جميل حلو، مثل ما يقول المصريين تمسكن لحد ما تمكن، مثل ما يقولون يعني لما تمكن ما رحم اي واحد، وطلع كل العقد اللي مر بيه من خلال طفولته الى الكبر طلعها بالناس اللي كانوا يعادوه. ابسط واحد كان يعاديه كان يبيت له اياها وما ينسى له اياها الى ان تحيل الفرصه له وينقض عليه انقضاض الطباعه، مثل ما نقول يعني ما نقول نسور، لان نسور شرفاء يعني. على كل حال اليوم عندنا تكمله يعني اخر جمل من مراضع محمد، ونبدي بكفاله عبد المطلب لمحمد. فاذا عندك شيء قبل ما ابدي قول لي. حكمت اشكرك حبيبي حكمت، تفضل. وانا راح اوزع الرابط لاصدقائي المتابعين، يا ريت كمان تساعدونا بتوزيع الرابط، لانه انا ما وزعت الرابط بشان المشاكل اللي عم تحصل باليوتيوب. فبتمنى منكم توزعوا رابط الحلقه، وانا راح اوزع رابط الحلقه. وابو الحكم اعطينا ما عندك، ويعني اذا شفتني مشغول بكون عم بوزع رابط الحلقه، واكيد اكون معك. تفضل. الميوت اقول لك لما اقرا انا ما اشوف قدامي يعني. هذا الجيد. تفضل. مثل المكنه امشي. اوكي، احنا نبلش يعني اخر الجمل عن مراضع محمد. وقال ابن اسحاق: وكان رسول الله يقول لاصحابه، يعني كان فاخر محمد يقول لاصحابه: انا اعربكم، انا قرشي، واسترضعتم بني سعد. يعني هو دائما نشوف النقص اللي به، يوصف نفسه انه هو قرشي، ويعني ما اعرف شنو القرشي مثلا شو يفرق عن الباقين، كلهم نفس الشيء كانوا، كلهم كانوا واحد يغير علق، واحد واليوم عدو باشر صديق. هو استوى يعني استوى هو يعني احسنهم، ما ادري صراحه. المهم، وذكر انها لما وردته حين تخوفت عليه، يعني لما خافت عليه حليمه،
أن يكون أصابه عار، فلما قربت من مكة افتقدته فلم تجد، دورت علي ملك، فجاءت جده عبد المطلب فخرج هو وجماعة في طلبه، فوجده ورقة بن نوفل، يعني ورقة بن نوفل من هو صغير يعرفها لمحمد، يعني اللي يقولون ملتقي بورقة بن نوفل قليل، أو مو هو اللي معلم على القرآن أو طريقة الأداء مثل ما يقولون، يعني هنا يشوفون بوضوح أنه ورقة يعرفه من الطفولة يعني. ورجل آخر من قريش فأتيا به جده فأخذه على عاتقه وذهب فطاف به يعوده ويدعو له، ثم رده إلى أمه آمنة. طبعا هاي كل ما شو اسمه يصير مثل الأغراب، يعني كل فترة فترة تطل عليه آمنة وتسأل عليه كأنه ابن الجيران يعني. فطافوا به يعني في محمد يعودوه من السيفر بما يقول. وذكر وين يدورون بي، يدورون بي بنص الهبل وش اسمه وعزة وهبل ومنات. وذكر أن عبد المطلب أمر ابنه عبد الله أن يأخذه فيطوف به في أحياء العرب ليتخذ له مرضعة، فطاف. هذا كلام كلام صح، أول مرة أسمع شنو كذب هذا، شلون عمر عبد الله يطوف به؟ هو أصلا محمد بعد بطن أمه شو اسمه عبد الله مات، عبد الله توفى قبل أن يرى محمد أصلا يعني، أو يولد محمد، ما أعرف أنا منين جايبين هذه الرواية، مع العلم جاي أقرأ من كتب ابن كثير يعني. عبد الله أن يأخذه فيطوف به في أحياء العرب ليتخذ له مرضعة، فطاف حتى استأجر حليم على أرضاعه. هنا أكو شيء غلط، مستحيل يكون عبد الله يعني. وذكر أنه قام عندها 6 سنين تزيره جده، في يعني جده يجي يزوره يعني في كل عام. فلما كان من شق صدره عندهم ما كان ردته إليه، فأقام عند أمي حتى كان عمره 8 سنين، ماتت فكفله جده عبد المطلب فمات وله عليه البتاع 10 سنين، فكفله عمه شقيقا أبيه الزبير وأبو طالب. فهنا الروايات طبعا كلها مغالطة، اللي نعرفها احنا الروايات الصحيحة انه لما توفى محمد لما توفت آمنة كان عمره 6 سنين، واعتقد المره الاخيره اللي اخذتها بي على اساس تاخذها تربي او شيء، يمكن بطلت شغل ما ادري، فبالطريقيه ماتت، هذا اللي نعرفه يعني. فهنا الروايات مختلفه، حتى اللي يعني الناس اللي يعرفون محمد او من قديم الزمان يعني يرون روايات مختلفه، انا استغرب لها يعني صراحه. يعني اختلف العلماء، يعني ما في شيء جديد يعني بصراحة، واختلف العلماء واختلف العلماء. لا بس تلاحظ انه يقول اخ عبد الله عبد المطلب انت ابن سلم محمد ابنه يروح يوديها الحليمة السعدية، وينك ويش شيء اصلا هو ما شايف ابوه يعني، وامه بالكاد شايفه ولا او يتذكره يعني. بالضبط يعني ما يعني بيحاولوا يحطوا اشياء مجذوبه، ما بعرف شو القصه يعني. كلنا بنعرف انه ابوه مات قبل ما يولد. ايه بس هو كان يعني اول ما ولد راح على كي جي 2 4 سنين بقى بطن امه، طلع لابس المريله محضر الملابس تبع الروضه يعني، الحضانه راح براسه مباشره يعني. كان اول ما ولد كان عمره 4 سنين، اجى معه من السواك يعني، كان عم فرش اسنانه الزلمه. المهم نوصل هنا، يقول لك فصل كفاله عبد المطلب للنبي، يعني صار بعهده عبد المطلب. يعني نشوف احنا هنا انه شلون يتنقل من مكان الى مكان، يعني كان المسكين يعني لاعبين بطوبه مثل ما يقول. يعني أمه اللي هي أمه ما اعترفت به، ذبت على شو اسمه على حليمة، حليمة رجعت شافت تروي روايات مال مجانين مال شقة وصدري وما أعرف شنو، ف
حاولت ترجع الأمة، أمها ضحكت عليها، حكيناها بالحلقة السابقة، قالت لها هذا بركات عليها ونزل والنور كله وياه وأضاء قصور قصور البصرة والشام، البركات نزل عليكم كمان الشام. إيه فال كان يعني تعبان، يعني تعبان بحياته من البداية يعني. فنشوف بعدين كيف، بعدين طلب، حتى طلب بنت عمه وهو رفض، عمه أبو طالب رفض ينطي ابنه يعني. المهم في كفالة عبد المطلب، قال ابن إسحاق: وكان رسول الله مع جده عبد المطلب بن هاشم يعني بعد موت آمنة بنت وهب، فكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، وكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه إلا من بنيه إجلالا له. وهنا يشوف لك أنه من طفولته أنه شون يعني كان مهتمين به وفتشي مهم وش اسمه، بس ساعة الجد كانوا يتخلون عنه يعني، فعلى أساس أنه مثل رئيس وزراء، وأول ما يجي يقعدوا له أحلى مكان وأحلى أكل. هو بعد الطفل يعني شو فاهمين أنتم منه يعني، ولا الله وحالكم يعني راح يصير نبي. طبعا عبد المطلب يذكر هذا ببعض الروايات، قال: وكان رسول الله يأتي وهو غلام جف حتى يجلس عليه فيأخذ أعمامه ليؤخره عنه، فيقول عبد المطلب: إذا رأى ذلك منهم دعوا ابني، فوالله إن له لشأنا. أنا شايف إن له لشأنا، يعني أنت منين عرفت؟ ما تقول لي منين عرفت؟ أنت تعبد أصنام قبل قبل الجمل اللي قبلها كنت مزورة من الأصنام كلها، شو سويت شو اسمها؟ شو سويت إلا شأن يعني؟ إلا شأن ويا الأصنام يعني؟ ثم يجلس معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه ويسمع. وقال قوم من بني مدلج عبد المطلب: احتفظ به، فإنا لم نرى قدما أشبه بالقدم الذي في المقام عن منه. يعني أنتوا لاحظوا هنا يعني يا أخواني ويا أخواتي، لاحظوا أنه يعني أي شيء من ولادته إلى أن كبر إلى أن توفى يشوفوا لك الأشياء المهولة اللي عندك، كأنه يعني بس البشرية كلها منتظرة يجي هذا حمادة بيت يجي حتى يشوفون الأشياء الحلوة والغريبة والعجيبة اللي يعني. بينما هو أبو الحكم بصراحة يعني إن هي مسألة المسلمين لحد الساعة هي يعني بيقول لك لو دين ما هو دين حق ما هو من الله ما كان هيك، يعني بحاجة لإثباتات دائما، بحاجة لإثبات نفسهم دائما، فبيحطوا هالهالة هي القدسية الزيادة عن اللزوم على محمد وعلى أفعال محمد حتى بس يثبتوا لنفسهم أنه هم دينهم دين الحق. يعني فلان أسلم، العالم الفلاني أسلم، فلان أسلم، بيكون أشياء مشاهير يعني يعني بيكبروا الشغلة بس بشان يثبتوا أنه دين محمد دين صح، يثبتوا لنفسهم لأنه في بذاتهم أصلاً شك يعني بدينهم. لا أنا ذكرتني بشغلة يعني هسه مثلاً هو المسلمين يحاججوا شو لك، يقول لك يعني لو مو هو نبي وصحيح وش اسمه ما كان يعني قاوم كل هالناس وانتشر. أنا راح أجيب لهم مثال بسيط راح أقرب لهم الصورة إنه شلون شخص ممكن ينتشر. يعني في ناس تقلي معهم وفي ناس تزبط معهم. يعني هلا راح بدنا نقول ستالين كان نبي، بدنا نقول صدام حسين كان نبي، بدنا نقول حافظ الأسد كان نبي، بدنا نقول هتلر كان نبي. لا، بعض الضباط ما زبطت معهم، حاولوا كمان يشتهروا على راس هتلر، أما اكتشف الجريمة وقتلهم، ولا لو كان قتلين وكان صاروا كمان مشهورين مثله. يعني هل انه هتلر الله حفظه لما سووا له مؤامرات ما ادري عليه؟ موت بالضبط، يذكرني بحافظ اسد وصلاح بن جديد. يعني صلاح بن جديد هو وحافظ اسد، يعني لو صلاح بن جديد هو اللي مدخل حافظ اسد السجن وقتله مثلا، كان هلا اولاد بن جديد يعني موجودين، وحي الله بن جديد وحي الله بن جديد. ف
يعني منتصر يكتب الرواية اللي بده إياها. اي يعني مو حتى مو مساله منتصر، يعني التاريخ هذا مثل ما يقول قال لي مع ناس وتضبط مع ناس. صدام حسين مثلا، انت جبت المثال حرب الاسد، صدام حسين كم من محاولات صارت لقتله، هل كنا كان الله يوحي له انه دير بالك راح يقتلوك؟ يعني كثير من المحاولات صارت لقتله لصدام حسين يعني. يعني وبالاخر التاريخ ذكر بنوع ما، يعني ذكر انه هذا كان موجود وله مريدين ومتابعين. احنا بس نريد نقرب لهم الفكره انه اذا تضبط مع ناس مو معناته انه هو خلص نبي، ولا هتلر كمان نبي يعني. فضبطت معه وقدر يكمل الشغله اللي بده اياها. ممكن كان يكون اذا ضبطوا مع مسلم اللي يسموه مسيلمة، لو ضابطه معه كان هلا هو نبي، الامه والناس كلها تتبعه يعني. صراحه اقول لك ممكن كان كلهم يقولوا احنا لا اله الا الله مسلم رسول الله او مسيلمة رسول الله. عندك ميوت؟ يمكن عندك ميوت، عندك ميوت. انا مو سامعك، انا مو سامعك. ما سامعك انا. لحظة اسكر الصوت. ما ادري انت تسمعني ولا لا، اشر لي اشارة اكمل. اوكي. زين، احنا وصلنا الى وقال عبد المطلب لام ايمن وكانت تحضنه: يا بركه لا تخفي عن ابني فاني وجدته مع غلمان قريب من السدره، سدره المنتهى يعني. وان اهل الكتاب يزعمون ان ابني نبي هذه الامه. وكان عبد المطلب لا ياكل طعاما ألا يقول علي بابني فيؤتى به إليه. يعني أنا سامع من اللي اسمه، منين سمعت يعني؟ ما تقول يو بعد طفل صغير أهل الكتاب شو معرفهم منه هذا النبي؟ يعني شو سوى حتى شيء حتى مثلا أهل الكتاب يقولون عليه نبي؟ هو سوى فشيء يعني واضح أنه يثبت أنه هو نبي؟ لا. شلون قالوا لك أهل الكتاب أنه هذا ممكن راح يصير نبي؟ يعني تحكون كلام اللي هو كبير ما يخالف، بس هو بعد صغير يعني عمره 6 سنين 5 سنين، منين صار نبي ما أدري. يقول لك فلما حضرت عبد المطلب الوفاء أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله وحياطته، ثم مات عبد المطلب ودفن بالحجون. يعني هو عبد المطلب ما يعني ما كان هواية يعني، من عمره 6 إلى 8 بس سنتين بقى وياه حتى رضع يعني. رضع من صار أبوه بالرضاعة، جده وأبوه نفس الوقت. قال ابن إسحاق فلما بلغ رسول الله 8 سنين هلك جده عبد المطلب الهاشم. شوف ما يقولون توفي استشهد هلك، لأنه ما كان واصل الدعوة. كل شيء تمام عندك صح؟ اوكي. ثم ذكر جمعة بناته وامره اياهن ان يرثينه، وذكر اشعارهن وما قلنا في رثاء بهن وهو يسمع قبل موته، وهذا ابلغ النوح وبسط القول في ذلك. وقد قال ابن هشام ولم ارى احدا من اهل العلم بالشعر يعرف هذا الشعر. كان موجود الشعر هذه ما قريته، ما تمنع ان شاء الله يعني ان شاء الله الشعر. قال ابن اسحاق فلما هلك عبد المطلب بن هاشم ولي السقايه وزمزم من بعده ابنه العباس، يعني ابن العباس من اولاد عبد المطلب ويكون عم محمد يعني، وهو من أحدث إخوته سنا، فلم تزل إليه حتى طبعا عباس
راح اذا وصلنا له يمكن تشوفون شلون يغرف بالفلوس غرف يعني. ينطي العباس يقول له تريد بعد؟ يقول له ايه. يملي له شو اسمه عبه ويقول له بعد تريد؟ يقول له ايه. يعني طبعا من السرقات يعني. وكان رسول الله بعد جدي عبد المطلب مع عمه ابي طالب لوصيه عبد المطلب له به. يعني عبد المطلب قبل ما يتوفى وصى ابو طالب يدير باله عليه او يربيه يعني، ولانه كان شقيق ابيه عبد الله، امهما فاطمه بنت عمرو بن عائد بن عم بن عمران بن مخلوف، وكان يعني داخلين بالنسب ببعض يعني يتزوجون هواية. قال فكان ابو طالب هو الذي يلي امر رسول الله بعد جده، وكان اليه ومعه. وقال الحسن بن عرفة حدثنا علي بن ثابت عن طلحة بن عمرو سمعت عطاء بن أبي رباح سمعت ابن عباس يقول كان بنو أبي طالب يصبحون رمصا عمصا ويصبح رسول الله ثقيلا دهينا. أعتقد يعني ذلك مهتم نفسهم وهو يعني اهتم نفسه. وكان أبو طالب يقرب إلى الصبيان صفحتهم أول البكرة فيجلسون وينتبهون، ويكف رسول الله يدها على الأكل يمكن ويكف رسول الله يده فلا ينتهب معهم، فلما رأى ذلك عمه عزل له طعامه على حدة. يعني صار يخلي له أكله وحد. يعني ما أعرف ليش كان عنده العقدة حتى من طفولة ما كان يحب يختلط بأحد، ودائما يعني مثل منعزل. واعتقد كانت مشكله شو اسمه المشكله الصرع الفص الصدغي كان عنده من طفولته المرض يعني. ف يعني تبين ان هذا الشيء من خلال اول روايه حكاها لما قال جوي اثنين شقوا قلبي وطلعوا العلق والكلاوات يعني. فما ادري اذا انت عندك ملاحظة أو شيء أو أكمل. والصوت زين؟ كل شيء زين؟ كمل الصوت قطع معي وبعدين رجع لحاله على كل بس لحظات والله ما أعرف لحظات بس. طيب ولا يهمك ولا يهمك. طبعا أصدقائي أنا أشكر أخوي أبو الحكم على المقدمة، وأنا كنت مشغول بصراحة عم بوزع الرابط، يا ريت تساعدونا أنتم المشاهدين أصدقائي أحبائي توزعوا الرابط. وطبعاً أحب أذكر أنه قناتنا جديدة، ويا ريت الأخوة يشتركوا فيها ويوزعوها حتى نرجع مثل ما كنا. أخي أبو الحكم يعني أتمنى المقاطعة خير. لا ما يعني صرعوني صار ثلاث مرات داقين الباب طب يعني حبكة الجدول اللي تبع الهلوين يجي ياخذون الحلويات الأولاد الصغار. صحيح صحيح أنا نسيت ببداية الحلقة أقول تشكتري هابي هالوين لإفري وان يعني، وتشكتري لإفري طفل وكل طفل تشكتري. بناتي هلا بده يطلعوا يدوروا على البيوت كمان يسووا تشكتري، والأطفال بده يدقوا الباب، فأنا حاطط حالي بهالغرفة هي ومثل ما بقول بعيد عنهم يعني التكتري يعملوا لحالهم. تفضل اخي ابو الحكم. ايه يعني صراحه انا خجلت من الاولاد صغار يعني ما عندي وقت حتى اشوف لهم شو اعطيهم ما اعطيهم. المهم جو بوقت غير مناسب. هو كان المفروض نعمل اليوم عطله بصراحه يعني. انا يعني من اسبوع حاسبين حساب الحلقه، وفي اخوي سامي كمان بده يكون معنا الساعه 8، فانا بالهلوين كله رايح من بالي، ولذلك اعطيت موعد فنلتزم بالموعد مثل ما بقول، ولا كان لازم ناخذ اليوم عطله يعني. لا احنا الكفره ما عندنا عطله. احنا ما نريد نضيع اي يوم الا يعني نفضح بهذا الدين، الا نكفر فيه. نحاول نبعد اكثر عدد من الناس عنا يعني. وصلنا يقول فصل في خروج محمد مع عمي أبي طالب إلى الشام. يعني محمد
أبو طالب لما صار بعثة صار يطلع وياه، وقصته مع بحيرة راهب. قال ابن إسحاق: ثم إن أبي طالب خرج الفرك تاجرا إلى الشام، فلما تهيأ للرحيل وأجمع السير صب به رسول الله، أي ما أصابه من بلاء يعني مرض يعني، فرق له أبو طالب وقال: والله لأخرجن به معي ولا أفارقه ولا يفارقني أبدا كما قال. فخرج به، فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام وبها راهب يقال له بحيرة في صومعة له. طبعا هنا المؤرخين يحاولون يبعدون بحيرة ورقة بن نوفل عن الساحة. بحيرة وورقة بن نوفل يعرفون محمد من هو صغير، لأن دول الناس عايشين ويا الله، وشنو كانوا كم قرية بمكة وكلهم يعرفون بعض يعني. لو تصيح لواحد ما اعرف عاش القرية يقول لك منو اسمه ومنو اسمه ابوه وين ساكنين، يعني ما في عدد قليل كانوا ساكنين بمكة، فالكل يعرفون بعض يعني. فإذا اللي يريدون يحاولون يبعدون بحيرة وورقة عن صلتهم بمحمد ما يقدرون يسوون هالشيء، لأنه هنا جاي نشوف الروايات كلها تدل أنه يعرفون من الطفولة، ومثل ما يقول شغالين كلهم مع بعض، وحاولوا يوصلون الشيء اللي يريدون مثل ما يقول يعني. يقال له بحيرة في صومعة الله، وكان إليه علم أهل النصرانية، يعني بحيرة ورقة بن نوفل كانوا مسيحيين معروفين يعني. ولم يزل في تلك الصومعة، أعتقد جزء من المسيحية يعني، مو نفس المسيحية حسب ما سمعت، إنه ورقة بن نوفل بحيرة عندهم يعني مذهب آخر من المسيحية، شوية مختلفين عن الباقين يعني. وكان إليه علم أهل النصرانية، ولم يزل في تلك الصومعة منذ قبل راهب فيها إليه يصير علمهم عن كتاب فيما يزعمون يتوارثونه كابرا عن كابر، يعني عن جد من يتوارثوا من صغير للكبير يعني، من كبير للصغير يعني. فلما نزلوا ذلك العام ببحيرة وكانوا كثير ما يمرون به فلا يكلمهم ولا يعرض لهم، حتى كان ذلك العام كان يوم مهتمين بالضبط يعني. فلما نزلوا قريبا من صومعته مكان اللي هو ساكن به، صنع لهم طعاما كثيرا، وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه وهو في صومعته، يزعمون أنه رأى رسول الله في الركب حتى أقبل وغمامة تظلله من بين القوم. نهاية الصور حجيناها حلقة من الحلقات يعني. كان محمد لما يمشي الغيمة فوق رأسه، لما يمشي لقدام يعمل له مثل الكلب هاي وراء يا غيمة تلحق وين يحط مغناطيس على رأسه يشد الغيوم معه يعني. يعني مثل اللي الغيمه يعني، شو متخيلين الغيمه شيء قطعه صغيره مثل افلام كرتون على راسك واقفه، هي الغيمه تكون ضخمه كثير يعني، مو تقف على راس احد، هي قديش صغيره حتى تقف على راسه وتحميه من الشمس يعني. تفكير بدائي يعني. هو حموده يعني، حموده مدلل ومدلل يعني، دلل يمدلل مثل ما بقولوا. فالغامر شاف انه شو اسمه الغمامه جاي عليه، قال لك هذا هو، خلي يجيبوا لي اياه ما دام الغيمه لحقت هذا نبي. ثم اقبل فنزل. طبعا احنا الروايات كلها نحكي يعني، نضحك ونحكي لانه احنا ما نصدق الكلام الفاضي يعني، بس نريد نوصل لكم شلون كان عايش محمد وبيمن التقى وشنو الحالات النفسية اللي مر بيها يعني. ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبة منه، فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة وتهصرت أغصان الشجرة على رسول الله، يعني حتى الشجرة يعني كلهم الله خلالنا العقل، الغيمة صار العقل، الشجرة صار العقل، وصاروا يظللون من الشمس يعني، شو هي ضربوا الشمس يعني، وإذا شو يصير يعني.
حتى استظل تحتها، فلما رأى ذلك بحيرة نزل مصامعته وقد أمر بطعام فصنع، ثم أرسل إليهم فقال: إني صنعت لكم طعاما، تعالوا اتخذوا الصيادة. يا معشر قريش، فأنا أحب أن تحضروا كلكم، كبيركم وصغيركم وعبدكم وحركم. هنا يريد شوقنا أنه يعني بارد عين على محمد، أنه يشوف أنه هذا نبي ويريد يهتم به. قال له بحيرة: صدق. قال: قد كان ما تقول، ولكنكم ضيف، وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما فتأكلون منه كلكم، فاجتمعوا إليه، وتخلف رسول الله من بين القوم لحداثة سنه في رحال القوم تحت الشجرة. يعني أعتقد بهالوقت كان عمره يعني 8 سنين 10 سنين ما أدري، بس كان بعد صغير يعني. فلما رآهم بحيرة لم يرى الصفة التي يعرف ويجده عنده، فقال: يا معشر قريش، لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي. يعني ملقى بالناس اللي موجودين، هو منو قال له رحيل؟ يعني رحيل يجي واحد ويجيب لي خاتم النبوة مثل ما يقولون يعني. يعني شنو ملقى يعني؟ يعني شنو هو كان منتظر أحد قايل له يعطي خبر راح يجيك واحد عمره 8 سنين عنده خاتم النبوة لو شنو يعني؟ ما يعني كلام لو تحل مضحك يعني. قالوا: يا بحيرة، ما تخلف أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام. قال له يعني كنا موجودين بس غلام معه يعني. وهو أحدثنا سنا فتخلف في رحالنا. قال: لا تفعلوا، ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم. يعني هو كأنه منتظر يجي هذا النبي، وشمشم شمشم شم واحد واحد ملك أو نبي، انتظر إلى أجل محمد. قلت شو تتباع عليهم؟ تشوف خاتم النبوة بظهرهم تباع عليهم واحد واحد يعني، تشوف هو لو لا. ما عرفت انت شلون عرفتم بالشم بحيره؟ لو عرفتم بالشنو عرفت انه هو ما موجود النبي اللي المزعوم يعني او المستقبلي. فلما راى بحيره جعل يلحظ لحظا شديدا وينظر الى اشياء من جسده. ليش ما بعد على الجسد البقيه يعني يتدفر؟ قد كان يجدها عنده من صفته، حتى اذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام اليه بحيره وقال له: يا غلام، أسألك بحق اللات والعزى، ألا أخبرتني عما أسألك عنه؟ طيب ما تقولون أنت مسيحي، شلون قال أسألك اللات والعزى يعني؟ ما أفتهم يعني صراحة، يعني لعبت بينا فوضى مثل ما يقول. ألا أخبرتني أي حاجة يعني، أي حاجة وتمشي، ما عندهم مشكلة. أي يملوا ملي الصحيفة، الصحيفة السوابقة يملوا ملي يعني، شو ما كان. ألا أخبرني عما أسألك عنه؟ وإنما قال له بحيرة ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهما، فزعموا أن رسول الله قال له: لا تسألني. أي يزعمون يعني، لا تسألني يعني. شوف أكو واحد عمره 8 سنين يقول: لا تسألني باللات والعزى. يعني فكر يا ناس، يعني طفل هو، شو فهمه؟ اللات والعزى يبقى يعبد مثل ما عبده البقية، شنو يعني شاف نفسه من هو صغير يعني؟ لا تسألني باللات والعزى شيئا، فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما. فقال له بحيرة: فبالله ألا ما أخبرتني عما أسألك عنه؟ فقال له: سلني عما بدا لك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله، من نومه وهيئته وأموره، فجعل رسول الله يخبره، فوافق ذلك ما عند بحيرة من صفته، على أساس هو جاي له الجزمه، الملائكه جايين قايلين له: انت راح تكتشف ام كلثوم، مثل ما يقول تكتشف الفنان القادم يعني. ف ساله وحتى يتاكد انه هذا النبي يعني، تعرف منين جت المعلومات كلها بالكامل، وشو معرفه هذا صغير لو كبير. المهم فجعل رسول الله يخبره، فوافق ذلك ما عند بحيرة من صفته. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه. الخاتم النبوة عند اثنين لازم نعرف يعني. أنا هون بصراحة بدي أفهم، خاتم النبوة كان بقلبه ولا على ظهره؟ لا، ما لا راح أوضح لك، أقول لك الخاتم كان في خاتمين، واحد جزمة على كتفه
واحد تاني هاي للناس العاديين، اما الملائكه لازم كان يفتح صدره وقلبه، الخاتم الثاني كان نص قلبه يعني، ختموه مثل ما يقول، شلون اللحم اللي يجيبوه يختموا عليه هو يختم كان على موجود على قلبه يعني. انا ما اعرف ليش عاملين خاتم لقلبه يعني، لحد الان ما فهمت يعني. وخاتم خاتم يعني، طيب بما انه في شيء اسمه خاتم النبوه على ظهره مشان الناس، ما هيك؟ ايه طيب يعني كان بدل ما يلف ويدور ويخلي ابو لهب وابو جهل وابو بطيخ وابو صرماية وابو لجن كلهم ما يامنوا فيه، طالع لهم خاتم النبوه، هذا انا نبي هي ختم عن والله. لا، ما اذا عمل هيك ما راح يصدقوا، لانه يقول لك هذا انت وحي ما عندك خلاص يعني مثل ضابط الشرطه مثلا، او الضابط مبين عنده رتبه هون خلاص، مبين عقيد عميد وات ايفر يعني مقدم، فطالع له الخاتم النبوه. المهم يعني كله يعني في الهجاء اسمه، في يقول هلا خاتم اسمه للناس، طيب خاتم اللي في قلبه شو يعني، من يعرف؟ الملائكه يعرفون كل شيء، الله يعرف كل شيء، ليش حاطين له خاتم بقلبه يعني؟ وبعدين كيف تكتشف هذا الخاتم؟ كل ما بدك تتاكد مر على السيطره يجي يفتحوا له صدر يشوف الخاتم. يجي عليك كنترول، تعال انا محمد رسول الله، لا 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 لازم يشوف الخاتم، شوف له صدره. يشوف الخاتم موجود ولا لا، الختم يسكروا لي ويروح على الكنترول الثاني المراتب الاعلى من الملائكه، انت محمد؟ قال له تعال بدنا نشوف الخاتم. لقيتوني شك كافي بعد لقيت تشوفون الختم يعني، كل واحد جاي شاد لي بطني يشوف الختم يعني. بالضبط، وهي الختم يعني موجود. على كل معنى اتصال من الاخ جانو. جانو حبيبنا، تفضل. مساء الخير حبيبي جان، مساء الورد. ولي نبينا ومفسرنا العظيم ابو الحكم، طبعا انا شفت الختم ابو الحكم، كان الختم مصور، كان مصور ختم مزور. لا احنا على المواضيع اللي النقاط اللي قالها ابو الحكم بالنسبه ل انه الرؤساء وال يعني الرؤساء والانبياء، هذه نقطه كثير مهمه يعني. قبل مجيء الاسلام 5000 سنه كان في امبراطور في الصين، هذا الامبراطور عندما توفى قال انه اللي بيحموني لازم يدفنون معايا احياء يعني، هذا كان وصيته، ولما مات دفنوا معاهم يعني، هذا الاحياء يعني. ف هذا الشيء يدل على شنو يعني؟ كان مؤمن في انه في الاخره انه راح يقوم وراح يكون هذا الاشخاص معاهم يعني، اوفياء، الحراس كانوا اوفياء بالنسبه لهذا الحاكم. ف حتى لما ما كان وصيته انه يدفنون الحمايه تبعه معه. شوف بالنسبه ل يعني هذه الاحاديث والقران والاحاديث الموجوده يعني، احنا اليوم احنا كسؤالي اللي ابا الحكم يعني، احنا شو راح نستفيد من هذه الحكي؟ احنا انا كشخص شو راح استفيد عن عنا الى ما لا نهايه، وراها راح يكذب شيء كذبه كبيره، وبعدين حتى اذا كانت صحيحه بين قوسين يعني صحيحه، نقول في ذلك الوقت كانت صحيحه، بس الان انا كشخص شو راح استفيد من هذه الاحاديث؟ شو راح انا بقول لك شو تستفيد اخي جانو؟ اللي بنستفيد انه هالحكام هذول بيتحكموا برقبتنا، والشيوخ ما بتفضح خزائنهم يعني، هاي هذا هي الافاده الوحيده. انا بعرف هالشيء، بس السؤال يعني انا ليش بسال هذا السؤال؟ مشان
المجتمع لازم يسأل بهذا الاتجاه، يسأل ب يعني بس شيل القدس، يشيل القدس يا رجاء، أنا راح تشوفوا أنه هذا عبارة عن كلام هراء، كلام ما إلى أي يعني، ما بتستفيد منه أي شيء. يعني كتاب للأطفال إذا بتيجي تجيبه من ال لابنك أو لأحد من أقاربينك راح يستفيد منه، لأن راح يكبر التخيل تبعه، راح يخلي إنه ينام على هذه القصة ويشوفها في المنام يعني. بس أنت الآن اقرأ القرآن، شو راح تستفيد من القرآن؟ اقرأ الأحاديث، شو راح تستفيد من الأحاديث؟ يعني غير ال losing yourself، losing your تفتقد شخصيتك، راح تفتقد الإنسانية تبعك. هذا أولا. ثانيا أنا كثير بضحك، مبارك بحكي مع صديق، كنا بنحكي على هذا الشيء، إنه شخص لما بيدخل للإسلام بيقولوا إنه ألبرت أينشتاين زمان دخل الإسلام، هيك صاير هيك صاير هيك ودخل الإسلام. طيب دخل الإسلام بس كان شيعي. ها خلينا من الشيعة والسنة هلا. صوتك عم بيقطش حبيبنا جانو، انت معي لسه؟ اظن فقدنا جانو، يا ريت يرجع اتصل فينا. جانو معنا انت؟ انا معك. من وقت ما قلت عيفنا من السنة والشيعة ما سمعنا شيء، تفضل. اوكي، يعني انا راح اجيب في التناقضات اللي عند المسلمين. واحد بيدخل للإسلام بيقولوا إنه هذا ألبرت أينشتاين زمانه، هذا ريتشارد دوكنز، هذا ما بعرف أي عالم، يعني راح يعني يعتبرونه عالم متمكن بكل معنى الكلمة، والأصح إنه ما بيعرف أي شيء، ما بيعرف أي شيء، فقط بيشوف السطح، ما بيعرف. المهم أحلى شخص مثلاً أحمد حرقان، أحمد حسين، أحمد حسين الثاني اللي عاش في أمريكا، خلود، هذول كانوا مسلمين يعني أنا راح أقول سلفية، الأحمدين، أحمد حرقان وأحمد حسين. لا كانوا، لا تنسى خلف، خلف كان إمام مسجد يعني. طبعاً ولا حدا إجا قال إنه هذا الشخص يعني كافر أو زنديق ولا ما بيعرف أي شيء، لأن كان مع قطيع. بس لما صار عندهم فكر وعرفوا إنه هذا شيء وهم، صار ما بيعرفون أي شيء، لا بيعرفون أي شيء عن الدين ولا بيعرفون عندهم أمراض. يعني شو هالتناقض؟ لا هو قال لك شغلة يا جانو، يعني مثلا مثل خلف، أخونا خلف، يعني لما كان إمام مسجد، لما كان إمام مسجد كانت الناس تروح تسأله وتفهم منه، وهذا عبقري في الدين وهذا عبقري. لما ترك الدين صار ما بيفهم بالدين شيء وصار لا شيء. يعني هيك 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 بيفهموا المسلمين أصلا. يعني المهم يعني بتمنى إنه كل المستمعين يفكروا بالمنطق، يفكروا بهدوء بدون انه يكون في تأثير مجتمعي، تأثير عائلي عليهم، ويكون عندهم رؤية اوضح للواقع. نحن او المجتمع صنع الله وليس العكس. بكل تأكيد، بكل تأكيد. تحياتي لكم وبحبكم. ابا الحكم انت اليوم هايل. جان حبيبي انت اليوم كمان وشك منور. تسلم. هذا النور الملحدين، مش هذا النور، نور عيونك حبيبي انت.
سلامات. ما بدي اخذ من وقتكم اكثر، تحياتي لكم وبحبكم. تسلم تسلم جانا، شكرا كثير على الاتصال، شكرا. طيب اخي حكمت، اظن في عندي سؤال قبل ما الاخت ديانا جامن عم تقول. الأخت ديانا جان، مساء الخير، لماذا لم تعد تستضيف مجاهرين بالأحاد؟ كانت تجاربهم مفيدة كثيرة، مع تقديري لكل جهودك أنت وضيوفك. أهلا وسهلا فيك أخت ديانا. طبعا هو كان المفروض بكرة يكون عنا مجاهر جديد، وبعد بكرة يكون عنا مجاهر جديد، بس المجاهر الجديد تبع بكرة عنده ظروف أجل ليوم الجمعة. يوم الجمعة أكيد عنا مجاهر جديد، ويوم الأربعاء أنا الأخ زكريا لازم يكون معنا كمان يوم الأربعاء، بس اليوم اتصل فيني وكان النت كتير صعب، فما بعرف إذا بدنا نأجل كمان يوم الأربعاء ولا لا، لأنه النت عنده كتير ضعيف، يعني ما رح نقدر نسجل إذا كان على وضعية اليوم، يعني مثل ما جربنا. على كل حال المجاهرين كتار والبرنامج مستمر، يعني البرنامج مثل ما بقولوا، يعني صحيح الجهر بالإلحاد لا يتعلق بس بالمجاهرين الجدد، الجهر بالإلحاد هو نفرجي الناس ما هو الإلحاد، نجهر بالإلحاد كاملا. الجهر بالإلحاد يعني ماذا يعني الإلحاد؟ والإلحاد يعني لازم ندرس الدين، الإلحاد يعني لازم نعرف الأخلاق الدين، لازم نفصفص الدين فصفصة، وأنا قلت من أول حلقة وثاني حلقة أظن بدنا نفصفص الدين فصفصة، ف يعني سايرين على هالمنوال هذا. والشيء الطرق الوحيد إنه صار مناظرات وسوينا له برنامج لحال والاتجاه المشاكس، وما سوينا الحلقة الأولى ما عاد حدا يجي يعني. تفضل أخي حكمة، تفضل. طبعا راح اجاوب على اخوي جان واشكره انه اتصل، بس حبيت انوه، يعني انت يمكن شفت الاعلان اللي سويته وحاول حكينا عنه في الموضوع. الاحد القادم اخواني اعزائي عندنا حلقه جديده باسم اسألوا ابن كثير، فراح تصير الحلقه انه نحكي على موضوع معين، يسالني بعض الاسئله الاخ جان، إذا عندكم مثلاً أسئلة تقدرون تطرحوها أثناء الحلقة أو قبل الحلقة، المنشور اللي أنا ناشره تقدرون تخلون عليه الأسئلة اللي تريدونه بيوم الحلقة نجاوب، أو اللي ما صار عنده خبر وبيوم الحلقة يلا شافنا يقدر نفس الشيء يتصل أو يبعث رسالة استفسار سؤال نقدر نجاوب عليه، وإذا نالت إعجابكم مستقبلاً ممكن نسوي حلقة أسبوعية يعني. هاي مرخصتك طبعا قلت على الحكي يعني. ايه البرنامج وصاحب البرنامج في خدمتك ابو الحكم يعني. حبيبي احنا كنا في خدمة النشر الالحاد مثل ما يقول والانسانية. كلنا في ذا الزعيم. طبعا الحكي اللي حكاه اخويا جانو كل منطقي وسليم، بس حبيت نقطة نوع عليها لما قال احنا شو نستفاد لما نقول عن 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 فلان ونحكي الاحاديث وسلسلة شغلات، يعني سؤال جدا ذكي وجميل يعني من اخويا جانا. فاني راح اقول للاخوة شنو اللي نستفاده. احنا مثل ما يقول المثل اللي يقول من فمك ودينك، يعني انت لما تحكي شيء انا جاي اطلع الشيء اللي انت قلته قدام الناس، مثل ما يقول كيف تغسل ملابس تشرها على الحبل، احنا نشر الكلام الاسلامي كله على الحبل على الحبل يعني. يعني خليني هون بس في مثل سوري على طول، يعني رح ننشر خسيلكم. اي خسيلكم رح ننشره، ف يعني نشف ما نشف هاي ما هي مشكلتنا، المهم الخسيل اللي عندكم رح ننشره. اي بالحكم احنا نشر الغسيل الاسلامي من قول وغسيل الوسخ. احنا راح ننظف يعني، راح الغسيل راح يتغير اسمه من اسلامي الى انساني على الاقل.
او علماني مره تخلي ما يصيروا ملحدين، المهم يتركون الاسلام يعني. فال ال النقطة اللي قلتها انه احنا جاي نطلع الاشياء اللي تقولوا جاي نقرا قدامكم، سواء كان روايات عن محمد او احاديث او ايات، نحكي عن اللي الاشياء اللي المساوئ اللي موجوده بالدين. وهل انتم شايفين هذا الشيء من اله؟ اذا شايفينه مو من اله نرجو انه تفكرون مره اخرى وتقررون ما هو الصح يعني. واذا شايفين انه من اله تعالوا واجهونا وقولوا لنا انتم غلطتوا بالكلام الفلاني والايه الفلانيه والسيره الفلانيه. فاحنا غرضنا هو هذا، نقرا من كتبكم حتى نشوف اشياء اللي انتم ما تعرفوها، يمكن اشياء اصلا انا حتى الي جديده بعض الاشياء عن حياه محمد، عن عن احاديثه او تفاسير القران، انا اصلا شيء جديد علي انا يعني قبل ما كنت صح عندي معلومات وهذا، بس جاي كل يوم جاي اصطدم بشيء جديد جاي الاقيه قدامي من سيره او احاديث او ايات. فهو هذا غرضنا الرئيسي، انه نوصل الاشياء اللي موجوده بالكتب كتب المسلمين نفسهم. يعني نظرت نظر على اليوتيوب شفت كلمه الاخت احلام عم تقول توبوا الى الله. لا، لماذا توقف التطور يا فاهمين؟ يعني على كل انا احب اجيبها اول شيء توبوا الى الله، ما بعرف هي ضعيفه لك انت الاجابه، وفي لماذا توقف التطور ممكن انا اجيبها للسيده احلام. سيده احلام يعني التطور مين قال لك توقف؟ يعني اعطينا اثبات انه توقف التطور. كنهار الانسان كنهار عم يخترع شيء جديد، التطور ماشي، هذا بالاختراع البشري الملموس بحياتنا اليومية. أما بحياتنا الجينية حاليا في المئة سنة اللي مضت والمئة سنة الجاية هاي، في جين عم بيتغير، وهي عدم حاجتنا للنوم بشكل كثيف. يعني الإنسان في جين فيه عم بيتطور لعدم حاجته بالنوم. شيء آخر، يعني إذا التطور لا يتوقف، والتطور مسألة عمياء، يعني ما بتقدري تاخديه على نقطة معينة، النقطة أنت بتفكري فيها لازم تروح. التطور أعمى، فحسب الطبيعة، حسب الجو، حسب الظروف المناخية بيتطور الإنسان وبيتطور الحيوانات، وكله في تطور، لم يتوقف التطور لحد الساعة هاي، والإنسان راح يتطور لأشياء أخرى ما بنعرفها نحن، ولكن ممكن العلماء يخمنوا لوين مرحلة التطور ماشية. يعني مثلا الإنسان قبل ما كان، من قبل 200 ألف سنة كان عقله دماغه ما كان بهالشكل بالحجم الحالي، كبر الدماغ، وصل الإنسان لمرحلة الحياة اللي بنعرفها هلا، وصار فيها ديانات، صار فيها، وحاليا الإنسان هو ذات نفسه الدماغ الكبير هذا صار يخترع أشياء، وممكن هالدماغ الكبير هذا ذات نفسه يطور نفسه ويدخل أشياء إلكترونية جوا دماغه حتى يتطور الإنسان إلى إنسان آلي، أو إنسان إلى نصف آلي، أو الإنسانية ذات نفسها اللي نحن بنعرفها أنا وأنت اليوم تنقسم قسمين وتولي كل قسم شيء آخر، يعني ما بنعرفه نحن. فالتطور بعمره ما توقف، والتطور مستمر، وعلى طول في كائنات جديدة بتكون بتصير ونحن ما بنعرفها طبعا، من البكتيريا ومن الأشياء هاي، وفي على طول التطور ماشي بكل الحيوانات بكل الكائنات، يعني ما التطور لا يتوقف. فلما تقولي لماذا توقف التطور؟ لأنه عقلك متوقف، هاي هي القصة، أنت عقلكم توقف عن محمد، غير هيك ما في التطور توقف عندكم، ولكن بالحالة الطبيعية التطور ماشي. طيب يا ريت جاوبنا على توبوا إلى الله يا
قبل حكم. بس بعد أمرك يعني مثل ما يقول لا يفتأ مالكم في المدينة، ولكن بدي أضيف شيء بسيط على الكلام اللي أنت قلته عن التطور عمينا. يعني هي متصورة أنه التطور يصير بيوم ويومين، أنا ما راح أبعد عن الموضوع، خلي تحكي لنا سنة 1900 كيف كانت البشرية، وهلا سنة 2016 كيف صارت البشرية. يعني التطور اللي هي تحكي عنه بهال 116 سنة، يعني بين السماء والأرض مثل ما يقولوا، قبل ما كان موجود أي شيء. البشر تطور، البشر تطور بالطول، البشر تطور بالجمال، البشر تطور. انتوا شايفين الانسان النيندرتال والهومو سوبيان كانوا يعني اشكالهم يعني شبه القرده، يعني البشر هو اللي هو اصلا الدي ان اي هو اصلا يطور نفسه من جيل الى جيل. نقطة هون قبل ما تروح للنقطه الثانيه اخي حكمت، يعني مثل ما قلت 1900، خلينا نقارن من 200 سنه، معدل الاعمار عند الانسان ما كان بهالمعدل اللي بنعرفه هلا. يعني قبل النفط، قبل ما يطلع النفط، الحياه الصحيه للانسان ما كانت بهالمستوى اللي نعيشه نحن حاليا بخير النفط. يعني مثلا معدل الاعمار ما كان يتجاوز ال50، طبعا في ناس تعيش ل90 و100 كمان، بس نادرين. ولكن معدل العالم بالعموم خلينا نقول 80% ما كان يتجاوزوا 50 سنة، بس حاليا ال 80% يتجاوزوا 70 بالبشرية كلها. يعني فهالتطور هذا بطول العمر، يعني هذا تطور طبعا سببه الرئيسي هو الطاقة اللي أخذناها من النفط، وسهلت الحياة بكل مواردها، من تسويق الأشياء، من سهولة التنقل وسهولة نقل البضاعة وسهولة كل هالأشياء هاي. فالإنسان هلا معدل الأعمار يعني أي دولة يمكن تقريبا ما في تحت 70. يعني أتفضل أخي، بس أظن 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 جانو بده يحكي. طيب جانو أنا عم بتصل فيك، يا ريت ترد علي بعدين. تفضل جانو، تفضل جانو. هل كان بدي أجاوب على هذا السؤال؟ توبوا إلى الله. اليوم كان اليابان والسعودية كان بيلعبون، وفي آية بتقول إنه كلمة الله هو العليا. يعني سؤالي هو ليش خسر السعودية أمام اليابان؟ كان الأجدر إنه يفوز عليها، ليش كان كلمة الله هي السفلى مع اليابان اللي معهم بن لادن ولا أي شيء؟ هذا أولا. ثانيا سؤالي، التطور ليش وقف؟ التطور فقط يشمل إنه المظهر، لا الفكر وينه، الحضارة وينه، العلم وينه، التطور تشمل كل هذه الأشياء. أنت اليوم تعرفين أكثر ولا من امبارحة أو قبل سنتين؟ لا، وحتى جسديا يعني جسديا فيزيائيا يعني في تطور شغال، ما بوقف التطور. يعني كل شيء حبيبي، المشكلة هم واقفين العقل بتاعهم في مستوى واحد. انه جانو صوتك راح، اذا تسمعني. اوكي حبيبي، اوكي. الو، تفضل تفضل. هم ما بيقدرون يخرجوا من باب محمد، واذا ما بيخرجون من باب محمد ما راح يلاقون الحرية، ولا راح يقدرون يلاقون نفسهم، ولا راح يقدرون يكونون انسان بوزيتيف، وانسان بيكون عنده الايجابيه في المجتمع تكون اكتيف. فهذا هو فقط، لازم تكسرون هذا الباب مشان تكونوا تشوفون السعاده، سعاده الانسان بكل معناها. تحياتي لكم. شكرا جانو، شكرا اخي حكمه، تفضل.
يعني الأخت لما تحكي عن التطور، إحنا ما نعرف تقصد التطور البشرية لو التطور الديني لو التطور العمراني لو شنو تقصد. المهم إحنا بكل الأحوال مثل ما يقول التطور هي تقيسه بسنة وسنتين ومية وألف، ما في يعني لو بالملايين السنين طفرات الوراثية طفرات الجينية تحصل، الدي ان اي هو يصلح نفسه ويخلق ذكاء اخر الى البشريه. والا انت ما تفسرين يعني ليش البشريه صاروا اذكى من قبل واطول من قبل واجمل من قبل. هاي ابسط شيء، يعني التطور يعني ما يصير بسنه وسنتين، بالاف السنين إذا كان التطور الجيني أو البشري. أما عن الشيء اللي أنت ذكرته عن تصور، حكيت عن أو هو حكى عن السعودية، ذكرني بشيء الكارجانو اللعبة السعودية واليابان، ذكرني بشيء إنه السعودية يعني طول حياتهم النفط هذا وينهم عندهم، هم شو قدموا البشرية يعني، كانوا مثل ما يقول مسرحية باي باي لندن، ما أعرف إذا سامع عنها ولا لا، هاي قديم، مسرحية قديمة، يقول عبد الحسين عبد الرضا يقول أنتم طول حياتكم النفط حدكم، أنتم بس كنتوا تتبولوا عليه يعني، ما كنتوا تعرفوا شو هذا إلا إجا الغرب واكتشف لكم هذا النفط وقدرتوا أنتم تستفادون من وراه يعني. يعني أنتم العرب ما قدموا أي شيء للبشرية، الغرب هو اللي طور كل شيء. هذا شيء جانبي. اما بالنسبه للتوبه، انتوب عن ايش يعني؟ انتوب عن انسانيتنا؟ انتوب عن افكارنا اللي نريد نوصلها ونقضي على الارهاب بالعالم؟ تريدين انتوب عن هذه الاشياء؟ ليش ما تتوبون انتوا توبوا عن الاعمال الوحشيه اللي سووها وتعيدوها. ما طلعت ولا تظاهره واحده ضد داعش من يوم اللي ظهرت من 2014 لحد الان. ما شفنا اي تظاهره باي دوله بالعالم ضد داعش او كفرتوهم، ولا الازهر ولا السعوديه ولا اي شيخ كفر داعش او قال دول مجرمين او شيء، قال دول فاسقين وخارجين يعني عن مثلا عن الايمان او ايش، كلام يعني فارغ سطحي. خوارج خوارج اكثر شيء يسموهم خوارج يعني هاي اي يعني ما يسمون كفره نهائيا. فانت انتوا اللي محتاجين توبه مو احنا، يعني اتمنى انتوا تتوبون عن هذا الفكر اللي انتم ماشيين عليه. احنا تبنا الى العقل، يعني مثل ما يقول رجعنا الى عقلنا، وهي هاي اكبر توبه لنا، يعني انه تركنا هاي الاشياء، تركنا الدماء، تركنا التفكير البشري، تركنا البربري، عفوا كلمه بربر ضايق اخواننا الامازيغ، تركنا هذا الفكر الإرهابي اللي كان ماشي عليه محمد. احنا تبنى عن هالأشياء فعلا، احنا تبنى يعني، بس انتوا اللي منتظرين منكم انتوا تتوبون عن هذه الأفكار وترجعون للإنسانية. أهم شيء الإنسانية، من مريض غير شيء منكم يعني. شكرا يا اخي حكمة، ومثل ما قلت يعني السيد احلامي، يا ريت تفكري شوي، يا ريت تشغلي مخك، لان لا داليا، كيف؟ داليا مو داليا ولا لا لا احلام، هي احلام اللي سألت سؤال انه ليش توبوا الى الله وتوقف لماذا توقف التطور يعني. انا مثل ما ذكرت يعني حاليا عم طفرة جينية عم بتصير بالإنسان، عدم حاجته للنوم، يخف نومه، وعم بيخف نومه وليس مثل الأول. التطور لا يتوقف لا عند الحيوان ولا عند الإنسان ولا عند كوكب الأرض ذات نفسه. يعني كوكب الأرض هلا والشمس ذات نفسها بمنتصف عمرهم، يعني الشمس تكونت من تقريبا 4 مليارات ونصف سنة، باقي لها 3 مليارات كمان وتنتهي، يعني راح تتحول لنجم أحمر ضخم حتى ينتهي فيها الطاقة، تنتهي ويرجع كالعرجون القديم. إعجاز علمي، إعجاز علمي. فبيرجع نجمة الشمس هاي اللي شايفينها، راح تصل محيطة تقريبا لعند الأرض إذا ما ابتلعت الأرض هاي،
والأرض إلى عمر والشمس إلى عمر وكله يتطور إلى كله، ويعني كلنا بالنهاية غبار من هذه النجوم. فاعتقلي وتوكلي على الله وصيري ملحدة. تفضل تفضل أخي تفضل. لا لا تغلط، توكلي على جلدة الحنفية مو الله. يعني بشان الأحاسيس، يعني نحن نعرف المسلمين حساسين، مشاعرنا مرهفة قوي بقى. أنا يعني أنت يعني فكرنا إنه نسوي ساعة وساعة وشوي، فعندي كم سطر أخلصه إذا ما في أي اتصال أو شيء، أنت براحتك إذا تحب تنهي الحلقة، يعني تحت أمرك مثل ما يقول يعني. انهي ولعيونك يعني. حبيبي حبيبي، بس إن نخلص هاي الشغلة مالت جاء بها على بحيرة جابور، بحيرة راهب. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه موضعه من صفته التي عنده، فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال له: ما هذا الغلام منك؟ قال يعني شو يصير لك هذا؟ قال: ابني. قال بحيرة: ما هو بابنك؟ حتى هذا عرفه، يعني هذا مو ابنك يعني. انت نبي بعد، ليش تدور على نبي؟ ما دام انت تعرف هذا مو ابنه، بعد ليش صرف تعرف اساسا من راسه من اساسه يعني؟ ما هو بابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام ان يكون ابوه حيا؟ انا رجعوا قتلوا لحمد الله. ايه قال: فانه ابن اخي. قال: فما فعل ابوه؟ قال: مات وامه حبلى به. يعني هنا الحكي اللي حكيناه انه قال عبد الله اخذ على مرضعه، فكلام فارغ يعني. قال: صدقت، ارجع بابن اخيك الى بلده واحذر عليه اليهود. ايش معنى اليهود؟ ما ادري يعني ليش مو المسيحيين. فوالله لئن راوه وعرفوا منه ما عرفته ليبغنه شرا. يعني اذا عرفوا به راح يقتلوه، هو طفل ايش يعرفون به يعني؟ ما تقول لي ما عرف منين يجيبون هالتاريخ المزيف. فانه كائن لابن اخيك هذا شان عظيم، فاسرع به الى بلاده. هذا مصدق يعني كل عقل. فخرج به عمه ابو طالب سريعا حتى اقدمه مكه حين فرغ من تجارته بالشام. قال ابن اسحاق: فزعموا فيما روى الناس ان زريرا وتماما ودرسيما وهم نفر من اهل الكتاب قد كانوا راوا من رسول الله مثل ما راى بحيره في ذلك السفر. كلهم صاروا مكشوف عنهم الحجاب، كلهم صاروا يعرفون انه هذا نبي ما عدا هو وعمه. يعني ما يعني كل الناس عارفين انه نبي وما يدري، ولا نقول له خديجه يعني بعدين راح نشوفه يعني. الوحي ما قال له، جبرائيل ما قال له انت نبي، خديجه قالت له انت نبي. حلوه قرش جاي من السماء يبلغ شيء وما بلغها، انتظر خديجه هي تبلغ. المهم قد كانوا رأوا من رسول الله مثل ما رأى بحيرة في ذلك السفر الذي كان فيه عن أبو طالب، فأرادوه فردهم عنه بحيرة. وفي رواية البيهقي زيادة: هذا رسول رب العالمين بعثه الله رحمة العالمين. فقال له أشياخ من قريش: وما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا. أنا أتخيل الشجرة شلون تسجد، نزل حالها هيك على الأرض تسجد. أنا يعني تأتيها رياح عاتية فتنحني لا كيف تنزل بالأرض؟ ما هاي المشية ما بيأثر، الشجرة هي واقفة وممكن تسجد، الحجرة كيف تسجد؟ هي أصلا بالأرض ساجدة، هي الحجرة هي ساجدة يعني بالأرض، يعني كيف راح تسجد؟ ما أدري يعني تقف على رجليها الحجرة ولا إيش؟ ما أعرف. لم يبقى شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي. بس اشرحوا لي شلون أرتاح إذا اشرحوا لي شلون الحجر سجد، هذا يعني موجه في مخي يعني. يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غبروب كتفه مثل التفاحة. إن كان كلها هذا أبل طلع
طلع محمد مكتشف ابل واحنا ما ندري. التفاحه يعني تدري انت بعد ابل هي اللي علامه، اخذوها هاي الخاتم من محمد، سرقوها الكفره هذول، سرقوا العلامه من علامه محمد، خاتم النبوه سووه ابل واشتهرت يعني. من غضروب كتفي مثل التفاحه، خاتم على كتفي بين قوسين وخاتم في قلبي. رجعنا عليها. يعني خاتم هنا وخاتم هناك، انا رايح للدوار يقدم على ختم. يا خاتم يا صاحب الخواتم، ذكرتني بفيلم، فيلم الفانتاسي تبع ذا لورد اوف ذا رينج، يعني الشجر يمشي والخواتم كثيرة. على كل طبعا خلصت آخر آخر خطرين أكملها بس. أوكي. ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو وكأنه هو في رعية الإبل فقالوا أرسل إليه. وشب رسول الله مع أبي طالب، يعني شب يعني شباب قضاوية أبو طالب، يكلأه الله ويحفظه ويحوطه من أمور الجاهلية وما عائبها. إحنا الحلقة الجاية راح نبدي بقصة بحيرة الراهب، يعني هي قصة قصيرة بس أمنا تكمل اللي حكينا عن بحيرة يعني. فأني أكتفي اليوم بهذا القدر، إذا في اتصال أو سؤال أو شيء. تمام، أنا أشكرك أخي أبو الحكم، وبصراحة أنا بدي أخصص الربع ساعة الأخيرة للأخت أحلام. يعني الأخت أحلام عم تقول نظرية التطور أساسها التطور البيولوجي، يعني التطور من شكل إلى آخر، وعلى قولتكم من القرد إلى الإنسان، لماذا لم يتحول الإنسان إلى كائن آخر؟ أختي أحلام، يعني أنا بشكرك على طرح هيك أفكار بصراحة وهيك أسئلة، يعني هيك رائعة. أول شيء يعني نظرية التطور عم تقولي أساسها التطور البيولوجي، هذا طبعا يعني في 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 جزء من الصحة وليس كل الصحة، يعني حتى الأخلاق تتطور، حتى نفسية الإنسان تتطور، يعني ما بس البيولوجي، حتى الحجارة تتطور. يعني الحجارة، يعني حط الحجرة اليوم بنهر مثلا، تم النهر ماشي عليها تتآكل، تتطور إلى لا شيء، يعني تتطور مثل التطور في كل شيء بصير، يعني مو شرط إنه البيولوجي، التطور مو بكل شيء. يعني الشمس تكون، يعني الشمس أو النجوم خلينا نقول تكون غبار، تجتمع على بعضها تصير نجمة، بعدين تنتهي عمر النجمة. يعني كل شيء في مرحلة تطور، كل شيء في مرحلة المسير. وفي عم تقولي، بس أرجع للسؤال، يعني من شكل إلى آخر، وعلى قولكم من القرد إلى الإنسان، مين قال إنه الإنسان تطور من قرد لإنسان؟ يعني مين هالفهمان اللي قال لك إنه الإنسان كان قرد بعدين صار إنسان؟ نحن لازلنا قردة، نحن لازلنا من فصيلة القردة. خلينا نشوف، في فصيلة مثلا القطط، فصيلة القطط بتضم البسس، البسونات هذول، بتضم الفهد، النمر، الأسد، هاي كلها فصيلة القردة. خلينا ناخذ فصيلة مثلا الجحيش، الجحش، البغل، الحصان، المواشي مثلا، في الغنم، العنز، كل هدول فصائل. يعني فصيلة القردة فيها الإنسان، فيها البابون، فيها الشمبانزي، وفيها كل أنواع القرود اللي بنعرفها. يعني نحن لازلنا قردة، نحن أشكالنا أشكال قردة، نحن اللي تطور فينا شكل من أشكال القردة صار يعني مو صار إنسان، هو الإنسان نوع من أنواع القردة، كان دماغه صغير مثل بقية القردة، يعني حياته كانت يعني تعتمد على الصيد، تعتمد على أكل الثمار الموجودة بالأشجار، تعتمد حياته كانت يقضيها بين الأشجار.
ولكن دماغ هالقرد هذا اللي هو إنسان من أساسه إنسان، يعني مثل ما الشمبانزيز من أساسه الشمبانزيز، يعني ما تطور من مخلوق آخر، قصدي ما تطور من قرد آخر، هو قرد يعني، والإنسان هو قرد، تطور كبر دماغه صار بالشكل الحالي، صار يعتمد على التكنولوجيا. يعني هالساعة هاي بنشوف بغابات أفريقيا ولا غابات الأمازون بتلاقي نوع من أنواع القرد عم بيستعمل الحجر ليكسر العجو تبع الثمار وياكل ما في داخلها. فتكسير الحجر هي تكنولوجيا، مثل ما أسلافنا البشر استعملوا صاروا سميناه نحن العصر الحجري، وطول تقريبا 2,600,000 سنة تقريبا يعني. يعني الإنسان ما تطور من قرد. والجزء الآخر من السؤال إلى إنسان، لماذا لم يتحول الإنسان إلى كائن آخر؟ طيب مين قال لك إنه الإنسان متوقف؟ يعني مثل نفس الجواب اللي جاوبتك إياه، إنه الإنسان لم يتوقف، سيتحول إلى كائن آخر إن شئنا أن أبينا، يعني إذا تم مستمر، إذا ما انقرض يعني. والانقراض في 50,000 حالة ممكن انقرض فيها الإنسان، يعني ممكن من أمراض، ممكن من نيزك، ممكن حرب نووية، حسب يعني. إذا استمر الإنسان بكل تأكيد راح يتطور إلى كائنات أخرى يتفرع منها يعني. على كل عم تقول أرجوكم أنا في حيرة من أمري قبل أن أتحول إلى الإلحاد. يا أختي أحلام لا تحتاري ولا تهتمي، أنت ستتحولين إلى الإلحاد شئتي أن أبيتي، لأنه العقل عندك بلش يشتغل وأنت دقتي ميت الملحدين، يعني مثل ما بقولوا أكلنا خبز وملح سوا. فأنا متأكد رح تتحولي بدون أي مشاكل، ولكن هي الحيرة هي هي العقل، صراع العقل يعني بيتم شغال. فأهلا وسهلا فيك بين الأسود. حكمات معك الميكروفون، وشو بتقول للأخت أحلام؟ تفضل. أنا بس أتوضح شغلة للأخت أحلام قبل ما أقول اللي أريده. أنا أقترح عليك من خلال هذه الحلقة، صار كثير حكي عن تحويل البشر من قردة إلى بشر وهالكلام هذا. أنا أسرح أذكر اللي سمعته من أخ رياض وقريت عنه شوية عن هالشغلة هاي، يعني أنت كفيت ووفيت، بس حبيت أضيف شغلة معينة اللي شفتها يعني. فأقترح أنه تستضيف بها حلقة الأخ رياض، يقعد يحكي عن تاريخ تطور البشري، يعني البشر الآن إلى رجع إلى أصل السابق، يقعد يحكي بالتفصيل حتى الناس يعرفون اللي ضاحكين عليهم من المسلمين، يقول لك البشر أصل قرد وما يعرف أي شيء تفاصيل عن هذا الموضوع يعني، بس عندهم يعرفون لمن مثل ما يقول شيء بسيط يعني يعرفون عن هالمسألة. الشغلة الأخرى يعني شوف انت شو كنت تحكي وياه وتسوي الحلقه تكون كثير مفيده حتى احنا نستفاد منها، لانه معلوماتها غزيره الاخ رياض، يعني مثل ما يقول يعني بحر يعني هو بالشغلات. الشغله الاخرى اللي اريد اقولها لاخت احلام، انه انت ما تتصورين البشر، انت جاي تتخيلين احنا سنة وعشر سنين ومئة سنة وألف سنة، ما يصير التطور هيجي. التطور مو بهالبساطة. هسه مثلا العلماء حاليا جاي يكتشفون، يروحون على أرض صخرية يشوفون الطبقات، كل طبقة يعرفون أي عهد من السنين اللي مرت عليها، يعني العلم تطور بحيث صاروا يعرفون البردية صار بالضبط عمر أشقد، يعرفون الصخرة عمر أشقد، يعرفون هذا نيزك ولا لا، يعني سلسلة الجبال يدرون انه كانت، هل كانت صحراء ولا كانت صخور ولا تراب ولا اي شيء. هذا كل العلم اكتشفه، فاحنا لا تستهينين بالعلم يعني. فشغلة الانسان انه اضيف عن الاخ جاب، هو وضحها يعني وضحها
كل أموره. بس حبيت بس نقطة أضيفها، إنه إحنا البشر، يعني إحنا النوع من أنواع القردة اللي أنا قريتها، النوع من أنواع القردة هي اللي طورت نفسها. والدليل على هالشيء، لقوا جمجمة قبل أتصور 5 سنين أو 4 سنين، لقوا جمجمة هي بين الإنسان الحالي وبين فصيل من القردة. يعني القردة أنواع كثيرة جدا، إحنا نوع من هذه الفصائل قدرت تطور نفسها مع الزمن بآلاف السنين، ملايين السنين. يعني مو بيوم ويومين البشر الحالي انت تشوفينه يعني منقرض. وحتى انا كنت افكر، يعني كنت بعدني عقلي يعني مثل ما يقول صغير، اقول لي ليش هسه القرد ما يتحول الى بشر؟ هذا انواع، مثل ما قال الاخ جان، القطط انواع، في القطه البسيطه وفي القطه الوحشي اللي شوي اكبر منه، وفي النمر وفي الفهد، وفي يعني اشكال، والاسد اشكال وانواع، يعني كلها تطور نفسها من مرحله الى مرحله. حتى الزواحف طورت نفسها، حتى الديناصور همينه شو اسمه بدا من شيء بسيط، من خليه بسيطه تطور نفسها مع الوقت. في شغلة هون بهالنقطة هي يا أخي حكمت. يعني هلا مثلا خلينا نقول، هلا بيقولوا ليش القرد ما يتحول لإنسان، مثلا الشمبانزيز ليش ما يتحول لإنسان؟ الشمبانزيز إذا تطور والدماغ تبعه صار حجمه أكبر وصار فيه ذكاء، مع إنه فيه ذكاء، لأنه الشمبانزيز ممكن يفتح علبة مغلقة، ممكن يفتحها مشان ياخذ مثلا قطعة حلوى ياكلها، وهي تجارب شفناها. يعني إذا تطور الشمبانزيز، وصل دماغه كبر وصل لمرحلة الوعي بالذات، الوعي بالموت، الوعي بالمحيط اللي حواليه، راح يتم شمبانزيز، ما راح يصير إنسان. يعني حتى إذا وصل مرحلة الذكاء الإنسان الحالي ما راح يصير إنسان، يتم شمبانزيز. شمبانزيز متطور بمرحلة الذكاء الإنسان، راح يصير، ما راح يصير يتحول إلى إنسان، لأنه شمبانزيز. والإنسان كمان كذلك، كان إنسان من بدايته إنسان، ولكن دماغه كبر وصل لمرحلة الفهم اللي نحن وصلنا لها، اللي نحن فيها حاليا. هاي هي يعني. هلا غوريلا مثلا تيجي يكبر دماغها وتصل لمرحلة ذكاء الإنسان، هل سيتحول الإنسان؟ لا طبعا، إذا راح يتم غوريلا صنف من أصناف القرود، مثل الإنسان صنف من أصناف القرود، تطور دماغه وصل لمرحلة الذكاء الحالية بحجم الدماغ اللي نحن شايفينه، اللي ممكن يصنع هالإنترنت هاللابتوب اللي أنا عم بحكي منه. فالغوريلا حتى إذا كبرت دماغها ووصلت لمرحلة إنه تصنع لابتوب مثل اللابتوب اللي أنا عم بحكي فيه هلا، راح تتم غوريلا، ما راح يصير إنسان. يعني ما يعني الإنسان ليس شيء سبيشال أو شيء خاص يعني، أو ميزة الإنسان، لا، الإنسان ليس ميزة، الإنسان تطور ووصل لمرحلة الذكاء الحالية اللي أنا وأنت مستمتع فيها، وسهلت لنا حياتنا. وللأسف الشديد نحن لسه في مرحلة الحيوانة اللي عم تدمر حياتنا كمان، هالذكاء هذا يعني عم يدمر حياتنا، ونتمنى نتخلص منه على السريع. حتى يعني بتخلصنا من الأديان طبعا راح نتخلص من المسألة هي، أنا متأكد بها بخلال هالقرن هذا. تفضل أخي أبو الحكم إذا في عندك تعليق. هسه بس بدي اقرب المساله الاخت احلام، هسه اتركينا انه البشر، افرضي انه البشر هو بشر اصلا، الله خلقه بشر، اوكي؟ قبل الاف السنين البشر، طبعا عدا الكلام الفارغ اللي يدعيه القران، ادم كان 12 ذراع ومعقل، الكلام الفارغ هذا كله مو علمي نهائيا، يعني انه طوله وعاش 800 سنه و1000 سنه كله كلام فارغ، هذا ما مثل العلم بصله ابدا. يعني البشر تركينا احنا، البشر انخلقنا، تعرفين طول البشر قديش كان قبل الملايين السنين او مئات الالاف من السنين؟ كان طوله متر و50 سنتيمتر، اطول انسان كان طوله متر و50 سنتيمتر. فهسه شوفي البشر وصل الى المترين، وعبر المترين همينا. يعني ليش؟ لانه يعني تغير، حتى وجه تغير، هذا التطور اللي تحكون عنه.
هو هذا التطور، الانسان يطور نفسه، الحمض النووي من جيل الى جيل يطور نفسه. تشوف ذكرنا الاشياء انه الطول صار يقدر الجينات، الحمض النووي صار يدخل انه بطوله منه، شافت طول مرغوب سواء البشر اطول، الجمال مرغوب سواء اجمل. فهاي كلها لها علاقه، الانسان من يولد من هو صغير الى ان يكبر، الحيوانات المنويه هي اصلا تصير فيها تطورات هي ما تبين يعني مباشره من سنه الى سنتين، ولكنه من مئات الالاف سنين المتر، الانسان متر و50 هسه صار فوق المترين. شنو هذا؟ من سوى غير التطور اللي بالانسان هو اللي يطور بنفسه ويسوي؟ انسي مساله القرده، اخذ البشر هسه والتطور البشري مثل ما قلت خلال اخر 100 سنه وشوفيه عن قبل وهسه وين، من السماء للارض يعني اختلاف. فدائما التطور موجود ما دام الانسان موجود، والطبيعه تفرض هالاشياء علينا مو بس احنا، حتى الحيوانات يطورون نفسهم يعني. كل شيء متغير بالحياه. أشكرك أخي، أشكرك أخي حكمة. أنا في سؤال أخير بدي أرد عليه وأقفل الحلقة، لأنه بناتي عم استنوني مشان نساوي تشيك تري. آسف كثير أصدقائي. الأخت ديانا عم تقول: جان أريد أن أعرف رأيك ورأي ضيفك الكريم عن الملحدين الذين يرجعون للإيمان، وما هي مشكل شجاع البغدادي؟ لماذا هو ربوبي مرة ومرة لا أدري، ثم مرة ثانية ليعود لإنكار وجود الله؟ وطبعا أنت كنت ضيف على الحلقة التي ناقش فيها وجود الله. بصراحة أختي ديانا أنا كنت ضيف، ولكن يعني ضيف طيار مثل ما بقولوا، يعني ماني ما طولت غير يمكن مداخلة أو مداخلتين، مداخلة واحدة أظن كانت. يعني ليش هو الأخ شجاع البغدادي بالتحديد، يعني ليش أنه ربوبي وشيء؟ طبعاً يعني أنا خليني أحلل، أخذ سؤالك من بدايته، هو أنه الإنسان ليش من الإلحاد برجع للإيمان أو شيء؟ أنا يعني أستغرب صراحة مثلك، أستغرب أنه الإنسان اللي يصل لمرحلة يعني يعرف أنه الحجر اللي كان يقدسه خرافة يرجع ممكن يؤمن بهذا الحجر، هذا أنا أستغربه بصراحة يعني. ولكن أنا تحليلي الشخصي يعني كرأيي الشخصي أنه الإنسان حتى بعقله الباطن بيتم هالخوف اللي انزرع فينا كل هالسنين عبر الأجيال، يعني حتى في ذاكرة وراثية، إذا في بحوث عن الذاكرة الوراثية يا ريت الناس تبحث عنها. فالثقافة والخوف هذا اللي بشكل عجيب خوفونا، بشكل عجيب خوفونا من هالمقدس هذا، يعني ما ممكن يزول بسنة بسنتين بثلاثة، واحتمال يبقى إلى الأبد مع الإنسان. يعني مثلا الملحد يرجع يصير ربوبي، يعني لأنه ما في جواب رسمي إنه ما في إله، ما في جواب رسمي علمي إنه ما في إله، هذا أكيد. يعني العلم على طول في أسئلة مستمرة. فالإنسان الملحد هون يعني من كثر الثقافة التخويفية خلينا نقول إرهابية ترهب الإنسان، يرجع يقول طيب يعني هالكون هذا لازم يكون له صانع. وأنا أعيد لهالثقافة الإرهابية اللي أرهبتنا منذ طفولتنا على أنه في شيء مقدس، في شيء ما نعرفانينه، في شيء ما نفهمانينه، هو اللي يتحكم فينا ويخوفونا من هالشيء هذا. فالملحد مهما كان يعني مهما وصل يكون الخوف موجود فيه، ما أظن يرجع للدين، ممكن يرجع مثل ما قلتي للربوبي مثل أخونا الشجاع يعني، وهذا شيء طبيعي بالإنسان يعني. أنا هذا جوابي. أخي أبو الحكم تفضل أعطينا جوابك ونقفل الحلقة، تفضل. يعني عندي شوية جواب يمكن شوية يختلف عنك، ما أدري.
طبعا الاختلاف هو حاله صحيه مثل ما يقول يعني. بس اقول للسائل او السائله انه اي شخص ترك الدين الاسلامي او ترك الربوبيه وصار ملحد، اذا اخذ عن دراسه وعن تفكير عميق مستحيل مستحيل يرجع مره اخرى للاسلام او للدين. هذا شيء ما فيها اي نقاش. انا اقول لك مثال، انا كان عمري 16 سنه، سمعت من اخويا وبعدنا مراهقين انه ما في اله، وانا صرت بالحلقه وذكرت معك تتذكر اول حلقه، صرت افرح واسب الله ومبسوط ما في اله ولا التزام ولا صلاه ولا شيء. شو كانت يعني، بعدني مراهق ولا اعرف اي شيء عن الدين يعني، ورجعت مره ثانيه صليت والتزمت ومتشدد وما اعرف ايش. بس بعدين لما درست ظواهر الدين انه اكتشفت على الاقل، انا مريت بمراحل يعني، ما مريت بمرحله واحده يعني. اول مرحله تركت الدين الاسلامي يعني، وراها فتره طويله يلا يلا صرت يعني لا ديني، وراها بس بين اللا دينيه والالحاد يعني مطول عندي كثير يعني. شهر صرت لا ادري، صرت فعلا لا ادري يعني شو القصه. بعدين لما شفت درست وفكرت منيح انه شفت هذا الاله ما يستجيب، بس نسمع كلام يعني، ما يثبت حاله ويشوف بوضوح انه هذا الاله موجود. فلذلك اللي يترك عن قناعه مستحيل يرجع الى مرحله ادنى. انا مراحل متقدمه وكل مرحله صرت فيها ما رجعت لورا نهائيا، ما رجعت كل اللي قدام يعني المراحل عندي. واعتقد هذا اخر مرحله اللي اهدي بيها، وما ينتظرني مثل ما يقول غير الموت. بس في اشخاص يعني ظاهريا ممكن يلحدوا وما يعرفون عن الالحاد اي شيء، بس كلام، وممكن دول يرجعوا لانه ما متعمقين بالشيء اللي مسوينه يعني. فانا هذا يعني رايي بالموضوع. طيب أشكرك أخوي أبو الحكم على الوقت الطيب اللي أعطتنا إياه، وأشكركم أصدقائي على المتابعة. طبعا أنا ما أحب أذكر أصدقائي اللي ناسيها الحالة وما مشترك في القناة، يا ريت يشترك ويدعمنا، لأنه بدعمكم نحن النقوة وبدعمكم نستمر. ويا ريت بس مثل ما بقول أخ سالي يعني، هو وان كليك يعني، ما راح تخسر شيء كتير، الاعجاب والتعليق والمشاركه كلهم يعني ينفعونا مثل ما بقولوا. فبتمنى مشاركاتكم اصدقائي، وبتمنى تنشروا رابط الحلقه حتى يصل صوتنا لاكبر عدد ممكن من الناس. وطبعا مثل ما بتعرفوا سوينا رابط، سوينا قناه للملحدين أو التنويريين، خلينا نسميها، سميناها التنويريين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. موجود الرابط تحت الحلقة، وفي روابط أخرى يا ريت تشتركوا فيها. أشكركم جزيل الشكر، وأشكرك أخي حكمة على الوقت الطيب اللي أعطيتنا إياه، وأراكم بعد ساعة ونص من هلا مع أخونا سامي التونسي وأكاذيب محمد الساذجة. شكرا لكم، وإلى اللقاء. شكرا، باي باي. شكرا حكمت عليك، باي باي.